إذا براوي كنا طرحنا السؤال على الأولويات نتاع وزير شؤون الشباب والرياضة القديم الجديد في وزارة شؤون الشباب والرياضة، يجاوبك يقول إذا كان النجم نبدلوا قانون الهيئة الرياضية 80-90% من المشاكل نتاع الرياضة التونسية تتحل. تعليق سي رضا. والله يا المواضيع هذه هالقانون وهالفصل 180 والآخر يقولوا لا الفصل 233 عدينا هالأربع سنين الأخرانيين المستوى الرياضي بصفة عامة هابط. ايه هالقوانين وهال اللي يحكيوا عليها يا ولي ما حتى صدات معناش يا خليني تو من التلفزه ومليارات التلفزه بين التلفزه وبين الجامعه التونسيه لكره القدم يا ولدي تيرانات معناش يا طارق راهو تونس ولات معناتها تعرف شنو اوني با كابابل باش نعملوا دوره تونس عملت جو ميديترانيان صد رادس مازال وين تنمنزل معك تلعبوا فيه كوب دافريك شادي زويتر ما عادش نلعبوا فيه ما عادش عندنا تيرانات هاي سوسه بلا ليتوال تو كان يحكي زبير يا ولدي ليتوال شنو ذنبي انا عندي شامبيونز ليج وانا تو ما عنديش تيران في دور المجموعات فما كان رادس ومولوجي معقوله تو هكا وهالقانون والفصل وما فصل يا ولدي حياتنا مشات في الفصل وما فصل انت سمعت الوزير شنو يحكي شنو تقول له سي رضا بالنسبه لي كرياضي شنو هو قلت الاولويه نتاعي اني انا نحاول نهيكل قانونيا الرياضه التونسيه حتى نزيد نطورها وانت شنو تقول له معناتها الاولويه نتاعك بالنسبه لك شنو؟ والله انا ضايق بصراحه ما نكذبش عليك شكل روح نحكي لك روح 10 سنين في الموضوع هذا انا بالنسبه لي نحترم السيد الوزير لكن ما جاب شيء جديد يا ولدي اعطيني تيران واعطيني نكور ممكن نمشي واعطيني جمهور خديش في القوانين تتلقينا قوانين في خديش من عام نسمعوا بالله في القوانين وفي الفصل هذا وفي الفصل مشيت الكوره في الفصول وفي القوانين يا جماعه يا ولدي تو هكا تو باش يبني واحد اصطاد يا ربي نقعدوا 10 سنين ما نبنيوش اصطاد باش نصلح اصطاد سيابي بلاش تيران تو تقريبا قدوه ولا شنو خمس سنين بلاش تيران نقعد انا نروح نمشي ضحيه تاع الفصل 181 ولا 240 ولا قداش حتى يوافقوا عليه حتى يوافقوا يبعدوا يا ولادي يا ولادي انتوما اللي توا قاعدين تكلموا على الرياضه ما عندهم حتى صله بالرياضه مع كل احترامي للاشخاص لا لا شوف نكونوا قاسيين لا لا, لا لا سمحني انا رايي ما تقوليش لا رايي انا قداش من وزير في الرياضه تعدى يمكن 10 الوزيره سمي لي الوزيره اللي مشات للمنزه وقالت سي هذا ملعب سونيا بالشيخ سونيا بالشيخ بكل احترامي لها ونسلم عليها ونقول لها مولدك مبروك يا ولدي اللي يتعنى يتكلم على القوانين والفصول وما همش قادرين يمشي يصلحوا تيرانات شوف سي رضا